بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، وردني سؤال حول السحر الأسود. الحقيقة قبل أن أشرح لكم هذا الموضوع، أود أن أقول ليس هناك سحر أسود أو أبيض. السحر كله ضار وكله شرك بالله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى يقول: ولا يفلح الساحر حيث أتى. طبعا هذا مصطلح جاءنا من الغرب أيها الأحبة، حيث يعتقدون أن هناك أرواح شريرة. الأرواح عندنا في القرآن، أو الروح عندنا في القرآن، هي مطهرة، هي من أمر الله سبحانه وتعالى، ليس عندنا أرواح شريرة. الشياطين لديهم تستطيع أن تؤذي البشر وتسيطر عليهم وتدمر حياتهم. مثلا لديهم معتقدات، وهذه كانت في أوروبا، هذه المعتقدات، ولا زالت حتى الآن بعض الناس يعتقدون بذلك، أن هناك سحر أسود تستطيع أن تدمر مثلا الحياة الزوجية لاثنين، تستطيع أن تهلك إنسان أو تميت إنسان أو من هذا الكلام الفارغ. أحبتي في الله، قبل كل شيء ينبغي أن أقول الحمد لله على نعمة الإسلام. لولا أن الله أعطانا هذا القرآن، أنزل علينا هذا القرآن رحمة بنا، رحمة بالمؤمنين، أنه أنزل عليهم هذا القرآن، لأن القرآن هو مرجعنا، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هي منهج لنا، وهي مرجعنا في الأمور التي نختلف عليها. هم ليس لديهم مرجع، لديهم يلجؤون إلى العلم أحيانا، ولكن العلم لا يعترف بالسحر. ربما هناك بعض الدراسات التي اعترفت أن هناك خداع لمناطق بصرية محددة في الدماغ، فتحدث أمامك أشياء لا تراها وهي تحدث، لأن هناك تعطيل لبعض مناطق الإبصار في الدماغ، أو أن هناك أشياء تراها كأنها حدثت وهي لم تحدث بسبب وجود اضطرابات معينة أيضا في بعض مناطق الذاكرة في الدماغ. المهم أيها الأحبة، لا يوجد شيء اسمه سحر أسود أو أبيض أو أحمر أو غير ذلك، ولا يوجد شيء اسمه سحر نافع وسحر ضار. السحر كله ضار. الله تبارك وتعالى يقول: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا ينبغي أن نعلمه. الشيء الثاني أيها الأحبة، إن السحر يعتمد على الخداع البصري. الله تبارك وتعالى يقول: سحروا أعين الناس في قصة سيدنا موسى، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. إذن السحر يعتمد على تخويف الطرف الآخر، والسحر موجود، لا يستطيع إنسان أن ينكر هذا السحر، ولكن هل يستطيع الساحر أن يضرك أو لا يستطيع؟ هذه المشكلة. الساحر يلجأ إلى الشيطان من خلال كفره بالله وإرضاء الشيطان، فالشيطان والجن الكافر يقدم له بعض الخدمات، والجان موجودون طبعا من حولنا أيها الأحبة، ولكن هل له سلطان علينا كمؤمنين؟ لا، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ما دمت، يعني شوف أخي الحبيب، التوكل على الله هو مفتاح التخلص من أي سحر أو حسد أو ضر أو أذى أو ظلم أو غير ذلك من أعمال الشر التي قد تخاف منها. التوكل على الله هو العلاج المثالي. التوكل على الله غير موجود في أي ثقافة أخرى اليوم، لا في الثقافة البوذية ولا الهندوسية، ولا يوجد في ثقافات الشعوب. الملحدين ليس لديهم شيء اسمه التوكل على الله، لذلك تكثر لديهم الاضطرابات النفسية وبخاصة الاكتئاب. نحن لدينا كنز، والله أيها الأحبة، كنز هو التوكل على الله. الله تبارك وتعالى علمنا، قال: فإن تولوا فقل حسبي الله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه الآية أيها الأحبة تجعلك تستصغر كل شيء أمام الله عز وجل. حتى لو جاء من يخوفك من دون الله، ويخوفونك بالذين من دونه، هناك بعض الأشخاص يخوفونك، ولكن أنت ما دمت تتوكل على هذا الإله العظيم، رب العرش العظيم، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، سلمت أمري ووضعت مشاكلي، وضعت مخاوفي، وضعت همومي بين يدي هذا الخالق العظيم المتصرف بهذا الكون، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة، ذرة لا تستطيع أن تتحرك إلا بأمره. فعندما أتوكل على الله فإن الله سيكفيني. لذلك نجد أن الله
أخبرك مسبقا أن تقول أو أمرك أن تقول فقل حسبي الله عليه توكلت، أي أن الله يكفيني، لذلك أنا توكلت عليه، لا أريد أحدا مع الله، لا أريد فلان ولا فلان ولا فلان، أريد فقط أن أسلم هذا الأمر إلى هذا الخالق العظيم عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. شيء ثاني أيها الأحبة في موضوع السحر، هناك كثير من الناس يخافون من موضوع العين، موضوع أن يكون أحد قد عمل لهم عملا، يعني باللغة الدارجة، هو لا يوجد شيء اسمه عمل، هناك سحرة خبيثون يتعاملون مع الشياطين. طبعا أحبتي في الله، حفظ القرآن هو أكثر ما يحميك من السحر وغيره، حفظ القرآن في صدرك، التوكل على الله حق التوكل، الثقة بالله، عدم الخوف من هذا الشيطان، ينبغي في أعماقك أن تعتقد أن هذا الشيطان ضعيف. إذا كنت تؤمن بالقرآن ينبغي أن تعتقد ذلك، سأقول لكم لماذا، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا، قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذا كان الله هو المتحدث يقول لك إن كيد الشيطان كان ضعيفا، هل تخشى من هذا الشيطان وأعوانه؟ الله يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فينبغي أن تثق بكلام الله، أن تتوكل على الله وعلى ربهم يتوكلون، أن تكون من الذين يعني يدخلون الجنة بغير حساب، صفتهم الرئيسية أنهم على ربهم يتوكلون، أن تكون أيها الأخ المؤمن صادقا مع الله، عندما تقرأ آية يأمرك الله فيها بالصلاة ينبغي أن تلتزم أوامر الله، عندما يأمرك بالطهارة ينبغي أن تبقى في حال الطهارة، عندما يأمرك حبيبك عليه الصلاة والسلام بإكرام الجار مثلا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ثم بعد ذلك تؤذي جارك سيكون للشيطان سبيل عليك، سيكون للشيطان سيطرة عليك، إذا لم تطع هذا النبي الكريم، النبي يقول لك أكرم جارك ثم أنت تؤذي جارك، تفعل العكس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إذا تكلمت بالشر ثق تماما أنك عصيت هذا النبي الكريم وعصيت الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيع الله وأطيع الرسول. إذن أحبابي في الله، طاعة الله، التوكل على الله، الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى، الثقة بهذا الخالق العظيم أن هذا الشيطان لا يستطيع أن يضرك، ويمكن أيضا كاطمئنان للقلب، يعني أنا شخصيا عندما أخاف من شيء، أنا سأخبركم بنتيجة خبرتي في حفظ القرآن، آيات القرآن تتضمن كل المناسبات التي يعيشها الإنسان، أي مناسبة تمر منها فيها مثلا حالة الخوف، هناك آية تقول في سورة قريش وآمنهم من خوف، تكرر هذه الآية فتهدأ، تشعر أحيانا أن أحدا يريد أن يضرك بالسحر، ربما يتوهم، يعني بعض الناس يتوهمون ذلك، تذكر سورة البقرة وتذكر هذه الآية وكرر هذه الآية 7 مرات أو هي جزء من آية، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، تكررها فيذهب ما بنفسك من الخوف. عندما تشعر كأن أحدا يريد أن يضرك أو تخشى أن يضرك أحد، قل كرر 7 مرات فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، هو سميع يسمع دعاءك، عليم بمكرهم. إذا أحسست أن أحدا يريد أن يمكر بك، يريد أن يضرك في بيتك، في زواجك، في أولادك، في عملك، في دراستك، في رزقك، عليك أن تتذكر هذا الدعاء الذي دعا به ذلك الرجل المؤمن من آل فرعون، عندما قال، عندما مكروا به وحاولوا قتله، ماذا قال هذا الرجل؟ وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. هذه الآية أيها الأحبة، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، تضمن لك الاطمئنان، لأن الآية التي تليها يقول تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. تتذكر كيف أن الله نجى هذا الرجل المؤمن من جبروت فرعون، كل المكر الذي مكروه لم يفعل شيئا معه، بل هم الذين حاق بهم هذا المكر السيء وغرقوا ونجاه الله. لذلك أحبتي في الله، رددوا دائما قول سيدنا هود
عليه السلام عندما يئس من قومه وهددوه واستهزأوا به ماذا قال أخيرا قبل بعد كل شيء بعدما يئس منهم؟ إني توكلت على الله ربي وربكم. هذه آية مهمة أيها الأحبة، رجاء احفظوها، سأختم بها هذا الفيديو، وكرروها أيضا 7 مرات، مهم الرقم 7، سوف تهدأ هذه النفس. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى صراط المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.